المجلس الأعلى للشباب إن شاء الله بعد إقراره بشكل كامل وقانونيا بجلسة الثلاثاء أعتقد راح يحل كثير من القضايا للشباب. يعني مثلا شون؟ يعني أخو على قضية العمل بالقطاع الخاص، على قضية الضمان، هذا الضمان اللي أصلا متخوف منه الشاب، هو من يشتغل ما يروح يسجل، مع العلم هو بالمشكلة هو راتب تقاعدي يجي عن طريق راتب عن طريق عمله من دون أن يشعر. هنا هاي الثقافات الجديدة اللي دخلت بالعمل التنظيمي بالإدارة بالحكومة بالمؤسسات أعتقد يراد لنا وقت يلا ندرب عليها. هسه شلون أنت من سألة أستاذ دكتور حسين كيفية تسجيل على ريادة، كذلك الضمان بالقطاع الخاص يحتاج إلى تسجيل وإلى ماهيات أرقام وإلى معرفة أسباب، هاي كلها تحتاج إلى شجاعة. إحنا الآن بإعادة ترميم الثقة والجدية عند الحكومة بأن تتبنى الشاب وتخليه على طريق يكون هو مرتب ومنتمي إلى الحكومة وإلى نفسه ويكون عمله واضح وشغله واضح، ما عندنا غير هاي. لذلك أغلب الشباب يشوف 500 و 600 ألف ماكو أحسن من عدن بينما هو القطاع الخاص، القطاع الخاص موارد كثيرة. لذلك يا ريادة شو تسوي؟ ريادة من تدرب وتعطي القرض ويشتغل، شنو هي 500 بالشهر؟ لا شيء أصلا. وهذا احد المشاريع طبعا، ودكتور حسين يعرف السيد الرئيس اكو بعد مشاريع اخرى. لذلك بتشكيل المجلس الاعلى انا متاكد تشكيل المجلس الاعلى للشباب هناك كثير من الفرص سوف تناقش. زين، هذا المجلس الاعلى يحتاج لتشريع من قبل مجلس النواب لو هو قرار مجلس الوزراء، ومين يتكون؟ هسه الان الان هو باقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء انقر برئاسة رئيس مجلس الوزراء. يعني الآن بعد يعتمد على فقراته اللي تتضمن هذا المجلس، إذا كانت قوانين مدرجة ما عندنا مشكلة بها ماشي، وإذا تحتاج إلى تشريع كذلك تعرض.